وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين رحمة الله المهداة إلى الناس أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم كما طهرت ظواهرنا فطهر بواطننا من كل وصف ذميم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع درس هذا اليوم الأغر المبارك السعيد تيسير القرآن، صورة من إعجازه ومنهج لغوي لأتباعه، انطلاقا من قول ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله سبحانه وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله عز من قائل: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعترته الطيبين الطاهرين، حضرة صاحب الجلالة أمير المؤمنين الحسن الثاني. يسعدني أعظم السعادة أن أكون أحد المشاركين في الدروس الحسنية التي تضم هذا الحشد المبارك من العلماء والمفكرين والسادة الكبراء بين يدي جلالتكم، فهي منقبة عظيمة وملتقى حافل بالعلم والمعرفة الصحيحة النابعة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفيها مجدا وتألقا وسدادا أنها مدرسة لخدمة هذين المصدرين العظيمين ولإثراء البحث فيهما وجمع كلمة المسلمين حولهما، وأنها تحظى برعايتكم الكريمة ويسعد المشاركون فيها بمشاركتكم وتشريفها بتصدر مجلسها المبارك. إنها تشد إليها بقوة كل من عرفها وأسعده الحظ بشرف الإتيان إليها والاستماع إلى المحاضرين فيها ولقاء القائمين على تسييرها بأمر جلالتكم وسداد توجيهكم وسخاء عطائكم. فلكم يا صاحب الجلالة من جميع المؤمنين الصادقين خالص الشكر والدعاء أن يديم الله عز وجل عز مقامكم السامي، وأن يمتعكم بطول العمر ودوام العز والنصر، وأن ينصركم بالحق وينصر الحق بكم، وأن يعينكم وجميع ملوك المسلمين ورؤسائهم وقادتهم على نصرة الإسلام وأتباعه في كل مكان،
وعلى جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم لمقارعة الأخطار التي تحيط بهم وتهدد مستقبلهم ومستقبل دينهم الحنيف، وأن يحفظكم في نجليكم الكريمين السيدين الأمير الأمجد ولي العهد محمد وصنوه الأمير رشيد وجميع الأسرة المجيدة. حضرة صاحب الجلالة، القرآن كلمة شاع معناها فاستعملت بكل لسان وقرئت في كل مكان، لأنها اسم لكلام الله القوي الغالب أنزله على رسوله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، معجزا يتحدى ببلاغته ومعناه البشر كافة على اختلاف ألسنتهم وأوطانهم وأزمانهم، حجة عليهم وهاديا لهم، ورسالة خاتمة إلى قيام الساعة، وصائنا لقدسيته وجمال أسلوبه وعلو بلاغته وصحة تواتره من عبث العابثين وإفساد المارقين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وذلك بتيسير حفظه وتوفيق أمة من المسلمين في كل زمان وعلى توالي الأجيال والقرون للعكوف على حفظه وإتقان قراءاته ووصل نقله بالسند الثابت المتصل والرواية الصحيحة وفهم ألفاظه ومعانيه وتفصيل أحكامه وشرحها للناس وهدايتهم إليها وجمعهم عليها وحثهم على العمل بها محكومة بقواعد اللسان العربي وبلاغة بيانه. فالقرآن أشهر أسماء الكتاب المبين، سماه منزله به فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن العلماء اختلفوا في المدلول اللغوي لهذا الاسم الكريم، فهو مصدر مثل الغفران والشكران يحتمل المعاني التالية: أن يكون مصدرا بمعنى القراءة والتلاوة وهما بمعنى واحد، وهو ما أسنده الإمام الطبري إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورجحه وذهب إليه كثير من العلماء، وحملوا عليه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته وتلاوته عليه، فإذا قرأه جبريل عليه السلام، فاتبع يا محمد قرآنه، أي قراءته وتلاوته عليك ونطقه به. وقد قال صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية: والقرآن القراءة. الثاني أن يكون بمعنى الجمع والضم، وهذا التفسير أو المعنى يذهب إليه كثير من العلماء أيضا، ونجد النص عليه في معاجم اللغة، ففي اللسان لابن منظور قوله: ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. وقد نسبه الإمام الطبري إلى التابعي الكبير قتادة بن دعامة السدوسي، مأخوذا من قول العرب: قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. وبه فسروا قول عمرو بن كلثوم:
التغلبي لم تقرأ جنينا، أي لم تضم رحما على ولد، في قوله تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمينت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. المعنى الثالث أن يكون بمعنى اللفظ والإلقاء، وأن يكون معنى قرأت القرآن، لفظت به مجموعا وألقيته. وقد قال بهذا القول بعض اللغويين ففسروا قول أبي عمرو السابق بأنها لم تلق جنينا. والقول الأول أرجحها وأولى ما حملت عليه آية القيامة السابقة، ومن شواهده قول حسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة للقرآن الكريم. فالقرآن مصدر بمعنى القراءة والتلاوة، سمي به كلام الله تعالى، فأصبح بمعنى المقروء المتلو كالكتاب بمعنى المكتوب المسطور بالقلم. وله أسماء أخرى مشهورة ذكرت فيه، سماه أو وصفه منزله بها. وأما تعريفه في الاصطلاح فله صيغ كثيرة يجمعها قولنا: القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المعجز، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته. فهذا التعريف يشمل كل الصفات المميزة للقرآن عن غيره المختصة به. معنى التيسير: والتيسير معناه التسهيل وإيجاد اليسر في شيء، واليسر هو السهولة وعدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. ومعنى يسره سهله وهيأه للانتفاع به دون مشقة ولا عناء، لما أودع فيه من صفات السهولة وميزات الليونة والسماحة والمطاوعة والانقياد. فمعنى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، والله لقد يسرنا، سهلنا وهيأنا وأعددنا القرآن للذكر للحفظ والترتيل بما أنزلناه عليه من فصاحة الألفاظ وسلاستها ومناسبتها لمواضعها وسلامتها من العيوب الصوتية مثل التنافر والغرابة والوحشية. ومن حسن النظم القائم، وبما أنزلناه عليه من حسن النظم القائم على الفواصل مقاطع الآي وجوامع الكلم وعلى روعة الأسلوب ودقته وتنوعه وانسجام كلماته وجمله وعلى جمال التصوير للمعاني والمواقف والمشاعر والأحاسيس وشرف المقاصد وصحتها ومخاطبة العقل والوجدان والخلو من الحشو والتناقض وغير هذه السمات العالية مما يحقق معنى الإعجاز فيه ويهز النفوس ويرضي العقول وبه تطمئن القلوب ويسيغ حفظه ويهونه ويعين عليه كما هو في تاريخه الطويل ومعلوم بالمشاهدة والتجربة
حتى إن الأطفال ليحفظونه حفظا بالغا دقيقا، ويرتلونه ترتيلا جميلا بخلاف غيره من الكتب. ولذلك قال بعض العلماء: روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله غير القرآن، وكما يسره سبحانه وتعالى للحفظ والترتيل يسره للفهم والاستنباط والتذكر والاستحضار في القلب والتدبر والاتعاظ به لأسلوبه المحكم المشرق ولما تضمن من المعاني العظيمة والبراهين والحجج العقلية والحكم البليغة، وبما فيه من الاستجابة لفطرة الإنسان ومجاراتها والمراعاة لمقتضى حال الأمة التي نزل فيها، فهي أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، كما جاء في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا. وأشار إلى هذه الصفة القرآن الكريم في بعض الآيات، منها قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فجاء مناسبا لمستواهم أو لمستوى هذه الأمة، وما عهدوا من الأمور والأعراف إلا ما كان عرفا فاسدا فقد أبطله أو عدله. وربط تحقيق ما كلفهم إياه من العبادات والأحكام بأمور حسية لا يتوقف فهمها على التغلغل أو التعمق في العلوم العقلية أو الفلسفات أو العلوم الكونية، فإن هذه العبادات ربطت بأمور حسية مثل أوقات الصلاة التي تبدأ كل صباح بطلوع الفجر، ثم صلاة الظهر تعرف بدلوك الشمس، ثم صلاة العصر تعرف بصيرورة ظل كل شيء مثله، ثم تصلى المغرب بغروب الشمس، ثم العشاء بغيوب الشفق، وكذلك ثبوت شهر رمضان، إنه يثبت برؤية الهلال، وهي أمارة وعلامة حسية، وكل ذلك علامات حسية، كل ذلك علامات حسية يسيرة على المكلفين تيسيرا على المكلفين وتمكينا لهم من أداء الواجبات، حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون، فأتاح لهم معرفة القدر الضروري من الشريعة بأدنى الوسائل وأعمها في الناس أجمعين، وهو من تيسير القرآن الكريم. وقد لاحظ هذه الصفة أو هذا الحكم الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه القيم الموافقات، فقرر أن الشريعة أمية، وهو يقصد أن ما كلف به الناس من العبادات والأحكام سهل ميسور أدنى ما كلف به، أما التعمق في أسرار الشريعة، أما التعمق في معرفة ما يدل عليه القرآن، فإنه متاح لأولئك الذين يتميزون في التفكير ويتعمقون في التفسير ويستطيعون أن يصلوا إلى درجات أعلى، وذلك من تيسير القرآن والعمل به.
حيث إنه ربط أحكاما كثيرة بأمور سهلة، فهي من التيسير الذي أراده الله للبشر فالله تبارك وتعالى يسر العمل بالقرآن ويسر فهمه لما اشتمل عليه مما ذكرنا، ولما اشتمل عليه من الأحكام والآداب والقصص والمواعظ وأصول المعاملات والترغيب في اتباع الحق وترك الباطل وحب العدل وكراهية الظلم والدعوة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات والوعد بالأجر الجزيل لمن استجاب لذلك وعمل، والوعيد الشديد لمن تنكر له واتبع غير سبيل المؤمنين. فللقرآن تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع وتأثير في العقول وارتباط بالإيمان والإخلاص. وهذه الجملة، جملة ولقد يسرنا، مؤكدة بالقسم المقدر الدال عليه جوابه، فهي جواب قسم لتصديرها بقد المقرونة باللام. فالمعنى والله لقد يسرنا القرآن للذكر، وهو ما يدل على الاهتمام بهذا الخبر وتأكيد مضمونه والدلالة على تحقق معنى هذه الجملة وصدق مدلولها. فهل من مدكر الفاء للتفريع على ما سبق من تيسير حفظ القرآن وفهمه والاتعاظ به؟ من مدكر، من متعظ مزدجر عن المعاصي؟ أو هل من طالب لحفظه فيعان عليه وييسر له وتكون معانيه وعلومه حاضرة في نفسه بادية في تفكيره وزواجره مراعاة في سلوكه ناهية عن المعاصي؟ وأصل مدكر كما هو معروف في علم الصرف هو مدتكر، فأبدلت تاء الافتعال فيه دالا لوقوعها بعد الذال التي أبدلت دالا، ثم أدغمت الدال في الدال، وهو مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة والخبر محذوف. أي فهل مدكر موجود أو نائب فاعل لفعل المقدر؟ أي فهل يوجد مدكر؟ وهي مأخوذة من الذكر بمعنى الحفظ أو بمعنى الاستحضار والتفكر في الدليل، ومن زائدة في الصناعة النحوية لتأكيد المعنى واستغراق الأفراد. وهل حرف استفهام للتحضيض؟ فالمراد الحض والحث على الادكار والاعتبار على وحفظ القرآن. وقد جاء في صحيح البخاري في تفسير سورة القمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مدكر بالدال. ثم إن ورود هذه الجملة في سورة القمر لافت للنظر وداع للتدبر والتأمل، إذ وردت هذه الجملة في سورة القمر خاصة وكررت فيها 4 مرات، كما كررت معها جملة أخرى هي فكيف كان عذابي ونذر 4 مرات أيضا، تفريعا على مختصر 3 قصص لأمم سابقة، هي قصة قوم نوح وإهلاكهم بالإغراق والطوفان، وكانت في أوائل السورة وهي الأولى من هذه القصص. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون.
على مختصر ثلاث قصص لأمم سابقة. هي قصة، وهي الأولى من هذه القصص، والثانية قصة عاد قوم نبي الله هود عليه السلام، والثالث وإهلاكهم بالريح الصرصر العاتية العقيم، والثالثة قصة ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام وإهلاكهم بالصيحة، وهي جملة استفهامية أريد من الاستفهام فيها التعجيب والتهويل من شان عقاب الله عز وجل لهذه الأقوام وما أحل بهم من العذاب والنكال للاعتبار والاتعاظ. ونذر أصلها نذري بالإضافة إلى ياء المتكلم وهو الله عز وجل، حذفت منها هذه الياء للفواصل رؤوس الآي، وهي جمع نذير بمعنى الإنذار، أي فكيف كان عذابي وعاقبة إنذاري. إنهما لشديدان أقسى ما تكون الشدة والعذاب، وأسوأ ما تكون العاقبة، إذ قضي على هؤلاء الأقوام واستؤصلوا جميعا إلا أنبياءهم ومن كان معهم من المؤمنين. بينما ذكرت جملة ولقد يسرنا في نهاية كل قصة من هذه القصص الثلاث، وفي قصة الرابعة، وفي نهاية قصة الرابعة هي قصة قوم لوط عليه السلام وإهلاكهم بالحاصب الذي أمطر عليهم، وهو الطين المتحجر المذكور في الآية 81 والآية 80 من سورة هود، والآية 74 من سورة الحجر. وقد ذكرت في هذه القصة جملة أخرى هي: فذوقوا عذابي ونذري مرتين، وختمت بجملة التيسير السابقة. وقد كان هذا التكرار لتكرر المناسبة واعتبار كل قصة منها مستقلة عن الأخرى، وفيها عظة وعبرة يجب على القارئ والسامع أن ينتبه إليها ويعتبر بها، ويلفت نظرهما لما فيها من الوعيد والتهديد والتعجيب. والتعجيب معناه أن الله يدعونا إلى التعجب مما نزل بهؤلاء الأقوام، وأن نعتبر بذلك. بينما كان في جملة التيسير ملاطفة من الله لعباده وامتنان عليهم بتيسير القرآن، وحض لهم على التذكر والاتعاظ بمصائر هذه الأمم وما حل بها بسبب الكفر والعصيان لله عز وجل، وهو أمر ميسر بتيسير القرآن. وهناك قصة خامسة ذكرت في هذه السورة بعد القصص الأربع السابقة، وهي قصة آل فرعون وأنصاره وتكذيبهم بآيات الله كلها وأخذ الله إياهم أخذ عزيز مقتدر. ولكنها لم تختم بما ختمت به القصص السابقة لإيجازها أكثر من سابقاتها، وبذلك يظهر الجانب الأكبر من موضوع هذه السورة، وهو مختصر خمس قصص من قصص الأمم السابقة التي أهلكت بطغيانها وكفرها ومعصيتها لرسلها. وقد ذكرت هذه القصص ليتعظ بها مشرك العرب الذين بدأت السورة بالحديث عنهم،
وعن تكذيبهم لمعجزة انشقاق القمر الذي انشق بمكة المكرة مفلقتين تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد مهد للانتقال من الحديث عنهم إلى الحديث عن الأمم المذكورة بقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وقد فصلت هذه الأنباء في القصة المذكورة، ولذلك جاءت الأربع الأولى منها مفصولة غير معطوفة: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط. كلها مفصولة غير معطوفة لأنها تفصيل وبيان لهذه الأنباء. وربطت الأولى منها بالمشركين بذكر ضميرهم فيها. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، أي قبل مشرك العرب. ثم رجعت السورة إلى خطاب المشركين بأسلوب الالتفات لتذكيرهم وتقريرهم بالحقيقة ودعوتهم للمقارنة بين حالهم وكفرهم وحال الأمم السابقة وإهلاك الله إياها بالكفر والعصيان اللذين كانا مشرك العرب حين ذاك يتصفون بهما، وفي مقدمتهم قريش عند نزول هذه السورة بمكة، مما يوجب أن يحل بهم عقاب الله كما حل بتلك الأمم، وما سيحل بها في الآخرة من العذاب. قال تعالى: أكفاركم يا عرب خير أفضل وأقوى من أولئكم الأقوام السابقين، أم لكم يا مشرك العرب براءة إعذار من الله برفع العذاب عنكم، وسلامة منه مكتوبة في الزبر في الكتب المنزلة. والحقيقة التي يجب أن يقر بها أنهم ليسوا خيرا من أولئكم، وليس لهم براءة في الزبر، وأنه لا فرق بين الناس إلا بالإيمان والتقوى. وهذا على حمل الاستفهام للتقرير ليقروا بالحقيقة، ويمكن أن يحمل على أنه استفهام إنكاري يكون